الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. سأكلمكم في هذه الليلة إن شاء الله عن الله ضابط الكل. الله ضابط الكل، عبارة الله ضابط الكل بنذكرها في قانون الإيمان، ونؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، ونذكره أيضا في صلاة الشكر بنشكر الله ضابط الكل. وكلمة الكل معناها كل البشر وكل الملائكة والشياطين وكل الطبيعة وكل الكائنات الحية والجامدة. ضبط الكل. فالله هو المنزل المطر على الأرض، والله هو المعطي البهائم طعامها وفراخ الغربان التي تدعوه كما يقول المزمور. صدقوني حتى الدبيب الذي يدب تحت حجر الله بيعطيه قوته أيضا كضابط للكل. والزرع الزرع يجي في الكتاب يقول عشان كانوا ما بيزرعوش في العام السابع بيقول يعطي غلة مضاعفة للعام السادس، مباركة غلة العام السادس عشان الناس ما يحتاجوش انهم يزرعوا في العام السابع. طيب نقول ربنا بيضبط البشر والملائكة معقول، لكن ايه حكاية ضبط الشيطان؟ ضبط الشيطان ان الشيطان مع انه يعمل لاختبار الناس الا ان له حدودا في العمل لا يتجاوزها، كما نقرأ في قصة أبينا إبراهيم أبينا أيوب الصديق لما جاء الشيطان يشتكي على أيوب بينما ربنا بيقول عليه راجل كامل، فقال له مجانا بيخدم أيوب الرب، طب مد إيدك عليه تلاقيه جد، فقال له ممكن تمد إيدك على ممتلكاته لكن مش على، فمد ايده على ممتلكاته، في الغنم راح، الابل راح، البهيم راحت، البيت اتهد، الاولاد ماتوا تحت الانقاض، وبرضه رجع الشيطان تاني لما لقى ايوب لما جدد قال له معلش دي حاجه براه، فمد ايدك اليه هو نفسه تلاقيه جد، فقال له ممكن تمد ايدك ليه لجسده لكن لعقله لنفسه لا. اذا ليه حدود في العمل ما يقدرش يتجاوزها،
في قصة لاجئون اللي فيه كان كمية كبيرة من الشياطين. الشياطين اللي في لاجئون من ليجن، يعني كتيبة ولا حاجة، قال المسيح ائذن لنا ان ندخل، ينزلوا البحر يروحوا في الخنازير، فاذن لهم ائذن لنا، يعني ما عندهمش قدره يعملوا زي ما هم عايزين. من جهه ان الشيطان في قبضه الله ايضا نلاحظها في سلطان اخراج الشياطين. ربنا ادى تلاميذه السلطان ان يخرجوا الشياطين، اعطاهم سلطانا على الارواح النجسه ليخرجوها. يبقى الشيطان مش في كامل سلطانه، برضه تحت الضبط. واحنا بنقول في صلاه الشكر ان الله أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. إذن برضو الشيطان محدود في عمله، وفيه ناس يقدروا يدوسوه ويدوسوا كل قوته. كمان نقطة ما تنساهاش، تقييد الشيطان 1000 سنة ثم إطلاقه. وأيضا في الآخر إلقاءه في بحيرة النار والكبريت. فدي معناها أن الشيطان ليس إلها آخر اسمه إله الشر، زي ما في ناس قديما كان يعبدوا إله خير وإله شر. لا، ده برضو من خليقة الله وتحت ضبطه. أما يقول له اسكت يعني يسكت، ما يقدرش يفلفص من ايدين ربنا. ففي ناس بيخافوا من الشيطان، لا تخافوا. نقطة تانية في الله ضابط الكل، ان الله مع انه ضابط الكل بيعطي حرية للبعض انه يشتغل، ولكن برضو تحت ضبطه. بيعطي حرية للأشرار، بيسمح لهم بحرية بمبدأ تكافؤ الفرص، لكن في حدود. زي ما يقول مثلا إن الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، ممكن يد الأشرار تمسهم كده تخبطهم، لكن لا تستقر عليهم. يجي وقت ربنا يقول لهم ابعدوا، ملكوش دعوة بالناس دول، ابعدوا. بسماحه بالحرية بيحدث ظلم أحيانا، ولكن الله ضابط الكل بيراقب الظلم وبيعاقب عليه، يراقب ويحاسب ويعاقب. يعني مش ضابط الكل يعني واخد باله وبس، لا، ياخد باله وبيشتغل. مش بس ياخد باله، ياخد باله وبيشتغل. يسمح لبعض الأشرار بأنهم يظلموا غيرهم، وجنبيها الرب يحكم للمظلومين. يعني سمح أن فرعون يظلم الناس، ولكن فرعون أيضا أخذ من الله ضربات وعقوبات كثيرة، وآخرها غرق هو وجنوده في الماء. يعني ما ننظرش بس للظلم، ننظر للعقوبة بتاعة الظلم أيضا.
نيرون وديوقلديانوس والدولة الرومانية كلها ياما ظلمت الكنيسة في أوقات، لكن ربنا لم يسمع لأن يستمر في وقت من الأوقات اتحطمت الدولة الرومانية وراح نيرون وراح ديوقلديانوس، ونهاية كل واحد منهم كانت نهاية مؤسفة. سمح في وقت من الأوقات إن المماليك يتعبون في مصر، ولكن كانت نهاية المماليك على يد محمد علي. ممكن يسمح بالظلم، لكن الظلم لا يستمر والظالمون يعاقبون. شاول الملك ظلم داود النبي، كانت ايه؟ انتهى شاول الملك على جبل جلبوع. هامان ظلم مردخاي وعوقب هامان. أخاب وإيزابيل ظلموا نابوت اليزرعيلي، فكانت النتيجة إن ربنا قال في المكان اللي سقط فيه دم نابوت الإسرائيلي يسقط دم أخاب أيضا، وهكذا مراته. عشان كده داود كان يغني دائما في مزموره ويقول: لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. ويكمل ويقول: نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. إذن في فخ بيتعمل، ولكن بقية المزمور الفخ انكسر ونحن نجون. سمح الله أن قورح وداثان وأبيرام أن يقيموا تمردا وسط الشعب كله، وكانت النتيجة أن الأرض ابتلعتهم. سمح ربنا في وقت من الأوقات أن الأرض تمتلئ شرا كلها، بينما الشر ضد إرادة الله. في فرق بين السماح والإرادة. فماذا كانت النتيجة؟ الأرض كلها وكل ما فيها من أحياء غرقت بالطوفان، والشر ملأ سادوم، وكانت النتيجة حرقت سادوم. الله بيسمع حتى لأحبائه أحيانا أن يخطئوا، ولكن يجازي كما فعل مع داود ومع موسى. أرميا النبي في وقت من الأوقات عاتب ربنا وقال له: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. القديس أوغسطينوس في تعليقه على حكاية الأشرار دول وإزاي بينجحوا قال: النار ما ترتفعش غير حاجة بسيطة، لكن الدخان بيرتفع كتير قوي
وكلما ارتفع إلى فوق تتسع دائرته وتخف كثافته ويتبدد، يتبدد حتى في ارتفاعه وفي اتساع رقبته. هكذا نجاح الأشرار. نجح الأشرار في وقت معين وارتكبوا أخطاء، فالله ضابط الكل يقول لكل واحد منهم: أنا عارف أعمالك، أنا عارف إيه أعمالك، صدقوني إن كلمة أنا عارف أعمالك خفيفة شوي، لأن ربنا بالنسبة لكل واحد مش بس عارف أعماله، وعارف كمان أفكاره، وعارف كمان نياته، ويضبط أفكاره ويضبط نياته أو يحاسبه على أفكاره ونياته. في نقطة تانية يقول: ما أنت بتقول الله ضابط الكل، طب ليه بتحصل تجارب؟ التجارب تحدث للبشر من أجل خيرهم، لأن إما وراء كل تجربة بركة، وإما على الأقل وراءها فضيلة الاحتمال. ولذلك يقول يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ومع ان ربنا ساعات بيسمح بالتجارب، في حاجات كتير ما بيسمحش بيها، احنا ما نعرفش بيها، عشان كده ما بنشكرش عليه. ازاي؟ مؤامرة تكون جايلنا في الطريق، مؤامرة تكون جايلنا ايه في الطريق واحنا مش عارفين، وبعدين ربنا يوقفها قبل ما توصل، قبل ما تحصل. ولذلك أنا دايما أقول له: يا رب إحنا مقصرين في شكرك، لأننا لا نشكرك إلا على إنقاذنا من المتاعب اللي حصلت. طب وإنقاذنا من المتاعب اللي كانت هتيجي وإنت وقفتها وإحنا مش عارفين بيها؟ مقصرين مقصرين. ربنا وهو ضابط الكل، وهو يعمل في الإنقاذ وفي الخلاص، في المحافظة، يحمينا ويرعانا ويضبط كل شيء، الخفيات والظاهرة. يضبط الأغنياء وماذا يعملون بغناهم، ويضبط البخلاء وهم لا يريدون أن يدفعوا. كل ربنا واخد باله. يعني مثلا كل كنيسة وكل جمعية لها محاسب ومراجع حسابات، وفي محاسب آخر هم مش شايفينه، ربنا اللي بيراجع المحاسب وبيراجع على مراجع الحسابات. وبيراجع على النيات وعلى الأفكار وعلى المبادئ الخطأ. زي نقول ده ايه، ده المرتب ده قيمته كذا، قيمته كذا، ده مش بني آدم زيك، بياكل زي ما انت بتاكل وبيشرب زي ما بيشرب. نقول هذا ظلم،
فإذا حدث في الكنيسة تبقى مشكلة. قلت ربنا يراقب الأغنياء وماذا يفعلون بغناهم، ويراقب الأقوياء وكيف يستخدمون قوتهم، ويراقب الضعفاء ويقول لهم أنتم في حمايتي. الكتاب يقول للضعفاء ويقول للمحتاجين، يقول لهم أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعلم إزاي؟ ضابط الكل واخد باله من كل حاجة. زي مرة واحد بيقول كام واحد كانوا في الفلك، فقالوا الكتاب بيقول 8، نوح ومراته وثلاث عياله وثلاث زوجاته، يبقوا 8. ولكن في الحقيقة اللي كانوا في الفلك 9، 8 من البشر وضابط الكل اللي بيدور الفلك وياخد باله منه ازاي. بينسوا هذا التاسع اللي كان موجود في الفلك. مثله تماما زي حكاية الثلاث فتي وأتون النار، هما ثلاثة صحيح لكن في واحد رابع معاهم قال عليه الكتاب خلى النار لا تؤثر عليهم، لا تحرق شعر من شعورهم. إن البعض شعروا أنهم ضعفاء يفتكروا أن احنا في صلاة البسخة اللي هنصليها بعد أيام إن شاء الله بنقول الضعيف، يعني ممكن تخط على كل إنسان ضعيف هي وتخلى على المسيح نفسه. يعني يقول قوتي وتسبحتي هو الرب وخسارة لي خلاص، أنا ضعيف ليأكل لكن قوتي وتسبحتي هو الرب. الله المعطي للمعيا، معيا يعني في إعياء، يعني المعطي للمعيا قوة، ينبت له أجنحة كالنسور. الله اللي قال إنه اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. عشان كده الرسول يقول حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. ليه؟ لما بكون ضعيف قوة ربنا بتعمل فيا، لما أكون قوي في نظر نفسي يبقى كأني مش محتاج لقوة ربنا. ولذلك في تأمل قيل في إحدى المرات هو الآتي، قال الشيطان لله، قال الشيطان لله اترك لي الأقوياء فأنا كفير بهم، أما الضعفاء فلا أقدر عليهم لأنهم يحاربونني بقوتك أنت. حتى المساكين والمنبوذين والبائسين، شوف المزمور يقول ايه، من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص على نيل.
حقا انه ضابط الكل ولا يفلت احد من عنايته الفطر. الشخص الروحي يشعر ان حياته ملك للناس، وربنا اعطاه هذه الحياه لخدمة الناس ولإسعاد الناس.